صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أن الملكين يكتبان الخواطر، فهل يطلعهم الله تعالى على خواطر العباد؟ فهل إيش؟ يكتبان الخواطر، فهل يطلعهم الله على خواطر العباد؟ فهل إيش؟ يقول أحسن الله إليكم. إيه لا تعيد الكلام من أول، عطنا الكلمة ذي. فهل؟ يقول فهل يطلعهم الله على خواطر؟ يطلعهم الله. يطلعهم. نعم. على خواطر العباد. الله قادر على كل شيء. نعم. الله قادر على كل شيء. نعم.